أكمل العبارة الآتية: أقيم حفلة بمناسبة باص. كلمة بمعنى غموض. باص. مشروب تفضله بارداً. بيبسي. غيره. عصير. شيء تحبه في الربيع. الشجر اللون. مكان ترقص فيه. القاعات، قاعة المناسبات. غيره. المسرح. أكمل العبارة: أقيم حفلة. لا 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 يعني أقيم حفلة بمناسبة تخرجي، أقيم حفلة بمناسبة عرسي، أقيم حفلة أي شيء. وهيكون مناسبات في حياتنا. خلينا نشوف النقاط اللي حصلتها، راح تجيب 79 دولار. مصطفى، أخوك مصطفى الثاني 121 نقطة جاب، مطلوب منك 79. حرام عليك إذا ما تجيبها. فدوية بس. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إيه، لأنه أسئلة بسيطة، بس أنت لربما شوية صار عندك بلاك، يعني نسميه. الأسئلة الخمسة هي: أكمل العبارة التالية. قريتها على كيفي. أكمل العبارة التالية: أقيم حفلة بمناسبة قال عيد ميلادي. 30 نقطة. أنت أجلته. باص. ليش؟ عشرات المناسبات، هو هذا البساطة. عيد ميلاد عرسي، عيد ميلاد تخرجي، عودتي من سفري، عيد ميلاد أخويا مثلا. السؤال الثاني: كلمة بمعنى غموض. قال ضمور. خطأ. الغموض، الإيهاء. صفر، لأنه ما جاوب. قلت باس. الإيهام، الغاز، التباس، كله بمعنى غموض، مبهم. السؤال الثالث: مشروب تفضله باردا. قال بيبسي. 31 نقطة. أنت قلت بيبسي، قلت لك غير، قلت لي عصير، والعصير صح. بطل. يا الله بطل. لا بأس. 151 30 نقطة. خلي نشوف باقي الجوابين. شنو راح يجيب لك؟ شنو رأيكم هسه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله يعني متفائلين. ترى بعد 49. وإذا 49.